إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير وصحة وسلامة وعافية. إحنا الآن كنتواجدوا بأحد أكبر الصالونات بمدينة الدار البيضاء من أجل الوقوف على الكواليس والاستعدادات اللي كيقوموا بها الصالونات من أجل استقبال الزبائن. كيفما كنعرفوا بأن مدينة الدار البيضاء تصنفات ضمن المنطقة رقم واحد، والحمد لله بدات تخفيف ديال التدابير الاحترازيه، ان غنبداو نفتحوا الصالونات وغنبداو الحمامات والشواطئ وايضا السفر بين المدن وايضا حتى الرحلات الداخليه. اليوم جينا لاحد الصالونات ديال الحلاقه، اكيد ان جميع النساء وايضا الرجال كينتظروا ان الصالونات تفتح الابواب ديالها بفارغ الصبر. من عاده المراه المغربيه انها كتعتني بنفسها، انها كتبغي تبدل الروتين، يا بالك في الدار يا خدامه، المظهر راه كيلعب واحد الدور كبير. جينا اليوم باش نعرفوا اشنا هي الاستعدادات، كنا جينا شحال هذه لانهم كانوا كيظنوا ان غيفتحوا الابواب ديال الصالونات، ولكن للاسف كانت الدوله قررت ان الصالونات ديال الحلاقه ما غيتفتحوش والحمامات ايضا ما غيتفتحوش. اليوم قرروا ان صالونات الحلاقه يتفتحوا وايضا الحمامات. جينا نشوفوا الاستعدادات اللي تاخذوها هاد الصالونات ديال الحلاقه. معنا احدى الحلاقات كوافوره. السلام عليكم، قربي لك الميكرو. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرفينا بنفسك. نعم، انت كوافوره، شحال من عام انت خدامه في هاد الدومين؟ 5 سنين. وانت في هاد الدومين وشحال دابا وانت جالسه؟ دابا شي 3 موا على حساب الكونفينمون اللي كان وعلى حساب الجائحه اللي جات. جلسنا 3 موا زعما تحكينا في هاد الجائحه هادي، ودابا حنا فرحانين بالقرار اللي خرج باش يتفتحوا الصالونات. كنا متشائمين في الاول، دابا فرحنا بزاف ملي تحلوا الصالونات. نعم، كنتو تقلقتوا الوقت اللي كنتو عرفتوا غيفتحوا من بعد اننا سمعوا ان ما بقيناش غنفتحوا؟ كنا تقلقنا بزاف وقلنا صافي ما غادي نبقاو حتى 10 يوليوز، ولكن فرحنا دابا فاش عاودوا شافوا من حالنا وفتحوا لنا الصالونات في اقرب وقت. زعما ما كناش غادي ننتظروا بزاف، داكشي حنا فرحانين. دابا شنو الاستعدادات اللي اتخذتوها؟ اول استعدادات هي ان تعقمي يدك في الباب، نفسي واحد قشرات ديال رجلين قبل ما تدخلي، تتعقمي يديك وتدخلي. من بعد كضروري تاخذي رونديفو، تديري يدك ديال على شعرك. قربي الميكرو. قبل ما دير هذه الخطوات الاخت، بغينا نسولك دابا، اي وحده بلا رونديفو ما تقدرش تجي للصالون؟ لا ما تقدرش تجي، ضروري تاخذ رونديفو من لاكاس، نعطيوها رونديفو عاد تجي. علاش؟ باش ما يكونش الاكتضاد وما يكونش الصحان في الصالون. كيف ما كان كتعرفوا على صالون هوليود كيكون تبارك الله عامر، ودابا غادي يولي عوض 100% غادي يكون عامر 50%، يعني ما يقدروش ناخذوا داك الكليان كامل اللي كنا تنستقبلو باغ رونديفو، يعني وحده بوحده. يعني غتعيط لكم كليانه غتشوفوا شنو باغا دير؟ شنو باغا دير، نعطيوها الرونديفو ديالها تجي تصبر معنا واحد الشويه، تسنى تقدر تجيب وحدها حيتاش ما تقدرش تجي معاها كيما كانت تعرفي كتجيب وليداتها وداكشي، خاصها تجيب وحدها. تسناو زعما إذا كانت تسنى واحد 5 دقائق 3 دقائق، من بعد دخل تتستقبلها الاستيسيانة ولا الكوافيرة، هي وقتها تمشي تمشي تخدم معاها، تتسالي تمشي بحالها. وهادشي أكيد غتعقمو قبل وبعد وانتوما كتكونوا. غتعقمو ليها الكرسي ديالها، المواد اللي غادي نخدموا بها، الماتريال ديالها، كلشي غيتعقم عاد يمكن ليها تخدم بهم. نعم.